مصارع انا نقول نهار ونهار اللي يبدا على البساط دونك فما حاجات اخرين القليب الحاجات معناها اللي فوالا اللي تخليك بالنسبه لي احنا المصارعه راهو لعبه خويا ان شاء الله نلقاو نوايو كيفك هكا ان شاء الله نلقاو مع خديجه جلاسي زيد ايضا زينب الصغير اللي كانوا في زيد متواجدين توا في الالعاب الاولمبيه معنا محل النتائج في الالعاب الاولمبيه للشباب ما كانتش في المستوى مع انه فما نوايات نتاع لاعبين مصارعين جدد ان شاء الله نلقاو في المواعيد القادمه حاضرين ان شاء الله بقدره الله شوية دعم يزي خاطر واحدة بركة مرة حشنا بزوز مرة وثلاثة بطولة العالم خاطر اللي جمد مشيت انت بركة مشيت انا بركة بالنسبة لي انا انه يبدا معايا فريق ومعايا البنيات سورتو عندنا راهو ثريا عندنا بنيات باهين طالعين معناها فما يعني انا نقول في المصارعة اكيد ما زلت فما ميداليات مستناو وما زال فما صغيرات طالعين وان شاء الله يا ربي ان شاء الله في البطولة الافريقيه اللي باش تحتضنها تونس 2019 يكون الموعد الكبير ان شاء الله ونكتشفوا اكثر عن ناس باش تكون حاضره ايضا في طوكيو معك ان شاء الله اكيد اكيد شكرا ليك مروه دونك نوتر رونديفو الجمعه الجاي لو 22 ان شاء الله لو 22 نبدا يعني على البساط ان شاء الله نتمنى الناس الكل تشجعني ان شاء الله نشرفكم كالعاده يا ربي والراحه دونك المغدي جاي باش نقول ان شاء الله فما ميداليه ذهبيه ان شاء الله ان شاء الله يا ربي مرحبا بك صباح الخير مروه يعطيك الصحه اوكي شكرا لك من المباريات معناتها نحكيو كنا نحكيو مصارعه ايضا كنا نحكيو رفع الاثقال باش نرجع شويه البطولة الافريقيه البطوله الافريقيه للرجبي اللي احتضنتها جمال يومي 12 و13 اكتوبر الماضي تونس جات في المركز السادس باش نشوفوا اهم اطوار هذه المشاركه مع رياض الدريدي وخالد اليعقوبي عناصرنا الوطنية تحضيرا لهذا الموعد الافريقي الهام قامت بتلبس خاطر ما تجاوزش 4 أيام بالإضافة توجيه الدعوة لأربع لاعبين أعمارهم أقل من 20 عام خاصة مع غياب لاعبين المحترفين بالبطولة الفرنسية بسبب رفض أنديتهم تسريحهم للمشاركة مع المنتخب الدورة هذه كأس أفريقيا الأمم من خلالها الثلاثة منتخبات الأولى تترشح في دورات تسموها على سيركوي وورد ريكبي دورات هذه معناها يشاركوا فيها ليكيبات القوين اللي ينتجوا معناها بترتيب عالمي باهي احنا بالنسبه الاوبجيكتيف نتاعنا كان يكون تروزيام بلاس احنا ونا فيزي من الاول تروزيام بلاس اما باش تفيزي ان تروزيام بلاس يلزم اون بريباراسيون يلزم عندك بطوله باهيه يلزم معناها الجوارات المحترفين يحاولوا يجيو حصيلة عناصرنا الوطنيه مثلت انتصار كان على حساب منتخب الموريس بنتيجة 31-10 ثم هزيمة ضد المنتخب زيمبابوي بنتيجة 26-5 الجروب تلم كان الجمعة ذي بويسك فما برشا جوارات يكوروا البرة ما نجموش يجيو عملنا على كلك جوار اللي جاوا سات سومان وتلمينا مع ليكيب الصغيرة مي نوت بوت ماهوش نكوروا على 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 بلاس 5 بلاس ولا 6 بلاس ولا باش نهزو عندنا اون ايكيب ا كونستروير دي جون تويك طلعوا وان شاء الله ان شاء الله كل شيء يتم لاباس على المدى القريب يلزموا شويه كومبيتيسيون في الدور الربع النهائي تكبد المنتخب هزيمه جديده على يد المنتخب الاوغندي بنتيجه 14-10 هذوكم التحضيرات وين وصلوا جينا دو جور قبل كوب دافريك تلمينا لعبنا الماتش ولعبنا التورنوا والحمد لله كما يقولوها تشوف معناتها الاولاد فما المضروبين فما الاولاد اللي في فرنسا زاد مي بون راهو ذيك بيرسات يلزموا تحضيرات نحن الكبار ما عادش عندنا برشا وقت لازمنا نتلاو بالصغار ولازمنا نعطيهم فرصهم لازمهم نعطيهم تحضيرات ولازمهم نعطيهم اللي يستحقوا باش نجموا نوصلوا للمرتبه اللي وصلوا لها الافريق حاليا تحتل بالتالي عناصرنا الوطنيه المرتبه السادسه خلف كل منتخبات زيمبابوي اللي توج باللقب وكينيا صاحبة المركز الثاني تليها كل من اوغندا ومدغشقر وزامبيا دوره للنسيان لعناصرنا الوطنيه على امل التدارك في قادم المواعيد ضيوفنا الان من الركبي معنا سيد نور الدين عماره المدير الفني للجامعه التونسيه الركبي مرحبا مرحبا بك مرحبا بك أستاذ المشاهدين لاعب المنتخب التونسي صاحبي ضيف مرحبا صاحبي مرحبا مرحبا بكم مشاهدين سي نور الدين نبداو من اللي فاز يمينا خالد يقول لك زعما دوره للنسيان خاطر مركز سادس
والله هي مش دور النساء باعتبار انه التحضيرات بصراحه كانت محتشمه من قله الامكانيات، يعني مش تعمل زوز تربصات وبعد تشارك في بطوله افريقيا مع منتخبات كما زيمبابوي وكينيا اللي هم موجودين في الدوري العالمي. رغم هذا اوغندا كيف كيف موجوده في الدوري العالمي، وفي في المقابله ربع النهائي خرجنا محاولتين بمحاولتين هما فايتين بالتدعيم. يعني راهو البوتنسيال في تونس موجود، اما احنا في الاخر كي نلقاو النتيجه الريزلتا نرجع نقولوا التحضيرات ما كانتش في المستوى. اما احنا نعرفوا البطوله الافريقيه باش تنظم في تونس، عندنا في الكالندري ناسيونال موجوده كما في الكالندري انترناسيونال تاع لي زيكيب ناسيونال. نعم اليوم نقولوا التحضيرات ما كانتش كافيه، والا فما ظروف اكثر من التحضيرات؟ والله هو رياضه الرجبي رياضه جماعيه، وعندنا تقريبا 6 منتخبات وطنيه. احنا عندنا المنتخب النسائي ب7 لاعبين، اواسط اللي موجود في الارجنتين، اكابر اللي هو تيتري، منتخب ب15 لاعب اكابر، منتخب اقل من 20 سنه ب15 لاعب اللي هو بطل افريقيا مجموعه أه، ومنتخب اكابر ب7 لاعبين. رغم المجهودات نتاع السيد رئيس الجامعه عن طريق شركه الاستشاره نتاعو، المبلغ اللي تعطي فيه سلطه الاشراف غير كافي بالمره، يعني نتاع رياضه فرديه مش رياضه جماعيه تاثر في 6 منتخبات وطنيه الكلهم تقريبا يحققوا في نتائج مرضيه في الاصناف في حسب الامكانيات اللي موجوده. هو زد المعضله الكبيره اللي صارت في دوره جمال اللي غياب العناصر التونسيه المحترفه في فرنسا، عندنا كانت 3 لاعبين فقط جاوا، هذا صعب المهمه امام معناتها عناصر المنتخبات الكبيره زيمبابوي معناتها برشا فرق منتخبات عريقه. اي احنا عندنا تقريبا 5 لاعبين ما نجموش يلتحقوا بالمنتخب اللي هم محترفين في فرنسا، اما ما يمنعش هذايا انه احنا لازم نخدموا في تونس، خاطر عندنا المؤهلات حتى باللاعبين اللي في تونس كان توفر لنا شويه امكانيات راهو نجموا. احنا تو تبارك الله عندنا اكثر من 50 لاعب محترف في فرنسا، يعني ينشطوا في البطولات الفرنسيه. الامكانيات ساعات تخلينا ما نجموش نجيب نستدعاهم، ظروفهم مع الجمعيات نتاعهم كيف كيف، اما احنا تنقصنا بصراحه الامكانيات اللي تخلينا نجموا. راهو هذايا ماهوش راي راي الجامعه العالميه للركبي، راي الجامعه الافريقيه للركبي، يعني احنا الكل يشهدوا اللي احنا عندنا بوتنسيال على جميع المستويات، يعني مش نقول كيما المكونين نتاع المدربين في الاتحاد الافريقي التونسيين، المكونين نتاع الحكام التونسيين، المكونين نتاع المعدين الباديين وديفو ميديكال، يعني احنا راهو عندنا لي بوتونسييل كبير برشا، ورغم قله الامكانيات وانا تشوفوا ديما قعدنا موجودين في الـ في الـ في المراتب الاولى، والنيفو نتاعنا ديما قريب للعباد اللي شامبيون دافريك. ان شاء الله الوزاره تتلفت لنا وكاو صاحبي هكا دونك يظل فما البوتنسيال اللاعبين موجودين، ما قلت الامكانيات خليتكم، اما كان تحكمنا على الدوره مشاركتكم انتم كلاعبين كيفاش شريتوها؟ معناتها فما احتكاك استفدتوا منها بالرغم المركز معناتها المتاخر مركز سادس؟ والله كانت هي تورنوا حلوه برشا، واحنا هذيك مستوانا معناتها بالنسبه لنا هذيك مستوى بطولتنا مستوى لاعبينا باش نجيو في المركز السادس. والله كما قال لك سي نور الدين كما جاوا اولادنا عندنا 5 جوارات في فرنسا كان التحقوا بينا في كنا نطلعوا بوديوم، كنا نعملوا ريزلتا باهي حلوه برشا خير من الريزلتا هذيا. يظل العمل احنا قعدنا نحكيو على المنتخبات النتائج، اما في الصيف نذكروا كل حافه اللي الريزلتا الخايبه نتاع ركبي 15 معناتها 118 معناتها تخسر تونس، قلنا رب ضاره النافع باش نحكيو على الركبي او عنا ركبي معلش الخساره هذه الكبيره، كنا نتوقعوا المستوى نتاعنا ارفع من الخساره هذه. نعود نرجعوا للحكايه هذيك سي نور الدين باش نوضحوها. باش نفسروا للراي العام احنا الكل شنو هي حكايه 118؟ شنو هي حكايه 118 هذيا والهزيمه الثقيله والفضيحه للرياضه التونسيه قلناها؟ بون هذاك وقعنا مش فضيحه هذاك وقعنا، كيفاش؟ احنا عندنا ميزانيه معينه. الميزانيه هذه ما تخليناش نجموا نجيبوا اكثر من 50 جوار اللي ينشطوا في فرنسا في الخمسه ماتشوات في الجولد كاب. هما 5 ماتشات واللي هي تمتد على شهرين ونص.
احنا كمكتب جامعي ارتئينا انه الاوبجيكتيف نتاعنا انه نكونوا يا ثالث يا رابع في بطوله افريقيا، واللي هو عن طريق نربحوا زوز ماتشات في تونس ونصرفوا المينيموم بارابور ليكيب ناسيونال 15، خاطر عندنا منتخبات اخرين اللي هم منتخب النساء وغيره. والرجبي يا ساتي يقول فولي يعطي عنده حظوظ اكثر من الرجبي. من الرجبي 15. جاوبنا عملنا على الجوارات المحليين فقط في ماتش ناميبيا وفي ماتش زيمبابوي وغانا. احنا كان جا عندنا الامكانيات، احنا توا عملنا على جوارات محترفين في مقابلتين برك وجينا ثالثين في بطوله افريقيا. يعني اذا كان عملنا عليهم في الماتشات الكل مش تكون مش نكونوا هو الراي العام. الراي العام يقول لك باهوينهم لجواريتنا معناتها اللي في فرنسا، وهي صعوبه معناتها هما باش يلتحقوا بالمنتخب والدورات على شهرين ونص، ما ينجموش يكونوا على ذمتكم شهرين ونص على خاطر ظروفهم العمل، ناس ما عندهاش اوراقها في فرنسا، على شكون باش تعمل الفيدراسيون ما تنجمش تخلص اللاعبين هذوما الكل، تخليهم بميزانيه معناتها في الاخر انت تقول تلقى اش تعمل؟ تلقى تعمل حتى تلعب بالليلوكو. فوالا هو لا هو مش حكايه اوراق، هو حكايه انه احنا ما نجموش نخلصوا جوارات تجي من فرنسا، هي تخدم في فرنسا وعندها مورد رزق، عندها عائلات غاديكا، عندها كذا، ليكيب اوتوماتيكمون مش تجيب الجوار مش تخلصوا، ما تجيبش تخلصوا وتولي تقول له نجي على مقابلتين هكا والمقابل ثلاثه مقابلات الاخرين نعملوا على اللاعبين المحليين. صحيح ال 118 نتيجه قاسيه ياسر، اما هذاك الامكانيات اللي متوفره توا الجامعه، والا نخسروا ليكيب ناسيونال الاخرين الكل وهكا كتولي توجه ما نعرفش نحسوه اللي هو ما ينصفش المنتخبات الكل وكا. صاحبي عشت الحكايه روق على العباد برشا، قال لكم اش فيكم خسرتم 118؟ هو لعب في الماتش، مشيت الماتش هذاك ولعبت فيه استوعبت الريزولتا، استوعبتها 118. والله احنا عملنا اللي علينا ومشينا جوارات محليه. انا سمعوا بكم بعض الناس اللي فما ريكبي كانوا ما يعرفوش قبل الركبي، كي سمعوا ب 118 ولاو فما ويتي علاش ركبي هكا خسر. ولاو يقولوا لنا فما ركبي في تونس 118. اما قعدت تفسر علاش خسرنا 118؟ قعدت برشا عباد يقولوا لي، حتى من صحابي مثلا يقولوا لي شنو 118، نفسر لهم انا نقول لهم راهو جوارات كيما عندهم ظروف يحكموا فيهم في فرنسا ما نجموش يجيو واحنا نستحقوا لهم. وبعد عملنا نتيجه باهيه معناتها ضد المغرب صاحبي. هاي نتيجه باهيه وكونتر زاد زيمبابوي عملنا نتيجه باهيه داركتو. انت تلعب في الملعب النابلي للفريق، يظهر لي العمل على مستوى الانديه يعاون صاحبي في المنتخبات الوطنيه. يعاون وبالنسبه للفريق فما اقبال من الشبان معناتها على اللعبه هذه في الملعب النابلي كما عديد الفرق داخل الجمهوريه. فما فما وان شاء الله احنا انا حبيت بتات نعطي فكره على خاطر برشا الساده المشاهدين ما يعرفوش اللي فما 34 فريق اختصاص رجبي. ما هو للفيترينا في ليزيكيب ناسيونال باه في 10 ولايات، راهو عندنا اكثر من 4000 مجاز ليكيب ناسيونال عنا احنا بالميزانيه. فوالا نحكيو على المنتخب التونسي، اما منتخب النسائي للرجبي اللي تو في الارجنتين وكمل المشاركه نتاعو البارح بهزائم معناتها جينا الاخرانيين على سته منتخبات. نعم نقولوا احنا الترشح في حد ذاته هو انجاز. الترشح هو انجاز، وانا مش نقول احنا الفريق اللي جاء الرابع اللي هو كولومبيا خسرنا معاه محاولتين بمحاوله ما غير تحضيرات ما غير حتى مقابله وديه. احنا ترشحنا نلعب اولمبيه، بعثنا سلطه اشراف الوزاره مش تعاوننا في 30 مليون مش نهزوا البنات يحضروا كميزانيه اضافيه. 30 مليون معناتها وحنا فيهم؟ اي ذاك هي الظروف تو، احنا سلطه اشراف ما تمكنتش نظرا للظروف العامه. تو كان كل فيدراسيون تقول لك الظروف العامه وما فماش فلوس، ما هي الفيدراسيون اللي قاعده تاخذ في فلوس؟ هذول الوزاره الجامعات الكل ما عندهاش فلوس وما عندهاش دعم وما ولي سبورتيف نتاعهم لي زاتليت نتاعهم مش قاعدين يحضروا. احنا كان ما عطتناش وصلت اللجنه الاولمبيه نشكروها 20000 دينار ممكن ما عملناش حتى تربص، خاطر هذيك هي احنا الميزانيه نتاعنا تحضير المنتخبات سته منتخبات وطنيه ما عندناش علاش قلنا قداش 300 مليون نتاع رياضات فرديه نتاع جامعات نتاع رياضات فرديه اللي احنا ناثروا تقريبا كما قلت لك في 4000 مجاز في 10 ولايات. انا مش نقول المنتخب الوطني النسائي عمل محاولتين بمحاوله مع صاحب المرتبه الرابعه وخسر كيف كيف محاولتين بمحاوله مع صاحب في النهائي
وقدم وجه ممتاز بارابور البريباراسيون اللي عملها اللي هي ما غير حتى مقابله وديه ما غير حتى شيء. احنا نحكيو توا على النساء المنتخب التونسي للرجبي. عام الجاي شنو عندنا؟ عام الجاي عندنا 2019 الدوره الترشيحيه بطوله افريق اللي باش تكون ترشيحيه لطوكيو، باش نكونوا في الموعد نترشحوا لطوكيو. احنا عندنا حظوظ، اما كان مش تكمل الوضعيه هكا حظوظنا ما عادش مش تكون موجود، خاطر راهو العاب اولمبيه لازم تحضيرات. احنا المنتخب النسائي نتاعنا ما هبطش من البوديوم الافريقي من 2011، يعني من 2011 يا شامبيون دافريك يا دوزيام يا تروزيام، ما غير امكانيات ما غير تحضيرات، يعني نعملوا تحضيرات نتاع شهرين الظروف. ان شاء الله احنا نداء ايضا بالنسبه للمنتخب الذكور زاد 2019 كيف كيف عندنا في المغرب ان شاء الله في اوت عندنا الالعاب الافريقيه المؤهله للالعاب الاولمبيه. هذا هو احنا راهو شوف مالغري الظروف ونعرفوا ظروف البلاد ونعرفوا المجهودات اللي تقوم بها الوزاره، اما ماذا بينا نداء لسلطه الاشراف تطوير اللعبه نشرها اكثر. شوف احنا عندنا 4000 4000 تونسي شاب وشابه يحلموا في البلاد هذه، ما نحبوش نحسوا اللي احنا قاعدين صارت تكبر حلمتنا بالركبي بالرياضه، ما نحاولوش حلمتهم، يعني نوفروا لو مينيموم، ما طلبناش برشا، ما احناش عارفين الظروف اللي قاعد تمر بها البلاد، نحبوا لو مينيموم مش العباد هذوما يحلموا ونساعدوهم مش يحلموا مش مش يحقوا حلمتهم. شكرا ليك يعطيك الصحه، نرجينا على الحضور. صاحبي مدفع ان شاء الله عام الجاي يكون مستوى احسن وافضل في المغرب، ان شاء الله نعملوا ريزلتات باهيه وان شاء الله يا رب ان شاء الله نعملوا نتائج باهيه. هو صاحبي ان شاء الله مش يغادرنا بعد نهارين، مش يمشي يحترف في فرنسا. مش بعد ما تنجمش تزيد. لا 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 باش تزيد ان شاء الله ديما على ذمه خاطر الظروف تجي شويه توا الظروف تحكم فيهم اللي يلعبوا في فرنسا الفرق وغيره وغيره. يعطيكم الصحة شكرا لكم. باش نحكيو بوكس، هذه من الجامعات اللي للبوكس اذا تلقى في صعوبات اكثر. احنا كلمة الختام ممكن نحبوا نشكروا رئيس الجامعة على المجهودات اللي قاعد يقدم فيها سواء مادية والا غيره واعضاء مكتب الجامعي، ونداء بصراحة للسيدة الوزيرة المزيد العناية بالرياضة هذه، رغم هذوما اولاد تونس ماذا بينا نعرفوا نعرفوا برشا اصلاحات في الوزاره قاعده تقوم بها، اما راهو شويه دعم نوعدوك بترشح البنات للالعاب الاولمبيه ان شاء الله. دعم للرياضات الكل. بارك الله فيك. نحكي بوكس ونشوفوا زاد فما اشكاليه كبيره في البوكس، نظهر لي الراي العام الرياضي يعرف اللي فما جلسه عامه انتخابيه قريبا حددت واخيرا ان شاء الله تكون هي الحل بالنسبه للرياضه هذه ويرجع الاشعاع للبوكس تونيزيان. مع فوزي بن سالم وايضا سامي المناعي باش نرجعوا على الموضوع ونحطوا في اطاره. الملاكمة التونسية رياضة الفن النبيل تعيش منذ سنة 2014 في أزمة حقيقية، مشاكل داخلية وجدال قانوني، عقوبات دولية وعلاقة متوترة بين مختلف الأطراف المتداخلة في اللعبة، مما خلق فراغا رياضيا كبيرا. نحبش نحمل أي طرف ولا أي شخص ولا أي هيكل المسؤولية معناتها التردي اللي وصلت له الملاكمة توا، علاش؟ على خاطر ملي دخلت الملاكمة يظهر لي من العام 2014 يمكن هذه ثالث مرة اللي تصير مسألة كيف نحكي. الملاكمة عندها مشاكل داخلية من قبل زادت اشتدت توا، واشتدت هذه نظرا لي معناتها نجم نقول مسائل يمكن قانونية، فهمني كيف تولي ثم مشاكل مع الاتحاد الدولي ومعناتها السلطات اللي موجودة ما تحبش تتعامل مع الاتحاد الدولي. أزمة متاع الملاكمة هي أزمة مزمنة من سنة 2014 هددت لايبا الاتحاد الدولي للملاكمة بعقوبة صارمة ضد الجامعة التونسية للملاكمة كما تقول هي حرفياً للخزعبلات التي كانت تعيشها الجامعة التونسية للملاكمة آنذاك بمقتضى هذه المؤامرات. جلسة 7 جانفي كان بالإمكان أن تكون نقطة تحول في رياضة الملاكمة التونسية، إلا أن العكس هو الذي حصل، حيث اشتد الصراع، طعون وقرارات ارتجالية، تأزم الوضع في ظل تمسك الاتحاد الدولي برفض أي تدخل سياسي في الشأن الرياضي، مما جعلنا مهددين بإيقاف مشاركاتنا الدولية وبعقوبات نحن في غنى عنها وتمسك بالقانون الدولي. هذاك علاش بقينا منذ ذلك الحين من 7 جانفي 2017 إلى يوم الناس هذا
ونحن نعانيو من عقوبه العقوبه. نحن تو عندنا ان بوكسوز اللي باش تلعب في الجوز اولمبيك دو لا جونيس كانت باش تلعب بالمايو تاع ليبا به. تو الحمد لله الازمه هذه معناتها تحلت ونظرا معناتها الحمد لله للتدخل تاع الكوميتي اولمبيك فهمتني برانسيبالمون اقنعنا الاتحاد الدولي انه الملاكمه هذه تلعب بالمريول بتاع تونس وان شاء الله قدره ربي تطلع فوق البوديوم. الوضع الذي آلت اليه الملاكمه التونسيه كان له تاثير كبير على مشاركاتنا وعلى منتخباتنا. 11 ملاكم كانوا قادرين على الصعود على منصه التتويج يحرمون من المشاركه في كاس العالم. اذا كان نعلقوا نحن نشاط تاع الملاكمه مثلا ثلاثة شهور ولا أربعة شهور ولا خمسة شهور، تعليق النشاط شو معناتها؟ يعني انك ما عادش تنجم تشارك في التظاهرات الدوليه. به هذا تعليق النشاط كهو. به اذا كان تصير مثلا عقوبه اللي هي عقوبه مثلا تاع عامين ولا تاع اربع سنين، عليه عامين ولا اربع سنين؟ على خاطر نحن اوني ملتي ريسيديفيست، معناتها ثم حاله تعود كما يقولوا في القانون وكل شيء، المشكله هذه تعود قدام المره. بون تعرف معناتها يعني ثم لطف فهمتني ان بوسيبيليتي انه الملاكمه تضمحل كومبليتمون من تونس. احنا تو الان بصدد عقوبه وقتيه تحرم ملاكمينا من المشاركات الدوليه والمشاركات العالميه وحتى المشاركات المحليه، حتى المقابلات الوديه ما عادش عندنا الحق باش نجريها. قائمتان تعود للسباق من اجل رئاسه الجامعه التونسيه للملاكمه كمال قديش ومصطفى بدري والالتزام بأوامر الاتحاد الدولي وتحديد موعد 24 نوفمبر القادم لتحديد مصير الملاكمة التونسية ولتجاوز الأزمة الحالية والخروج بها من عنق الزجاجة. فهل يكون موعد 24 نوفمبر الحل أم نعلن رسميا اضمحلال الملاكمة في تونس؟ نمر بعد عسر وبعد مشاكل وبعد كذا نمر إلى الانتخابات المقررة أظن في 24 نوفمبر 2018 ونحن في انتظار موافقة الاتحاد الدولي للملاكمة على إجراء هذه الانتخابات في موعدها. كونسيون دو سكي تاريفي معناتها البوكس، وأي عبد منا اللي باش ينجح قدرة ربي في الانتخابات لازم يمد جده للناس اللي هما معناتها سكون أبيل لا فامي دو لا بوكس، خلي الأزمة هذه تكون أن موفي سوفنير. مرحبا بكم ضيوفنا الكرام، معنا السيد مراد الملولي رئيس المكتب المؤقت الجامعة التونسية للملاكمة. مرحبا بك عايش اختي، شكرا على الاستضافة، شكرا لكامل الفريق على اهتمامه بالشأن الرياضي وخاصة الرياضات الفردية. شكرا لك. مرحبا مراد الصحراوي مدرب المنتخب الأواسط وأيضا لوغون بوكسور. ميرسي بوكو عايشك. مرحبا عايشك بالصحة. نحكيو سي مراد ثولي باش نبدا انا نقول خاطر مودة تاغوتي لعبت البارح نحكي معك ساعة مراد صحراوي والنتيجة كانت معناتها انهزامها. الإشكالية الكبيرة اللي كانت تلعب باللايبا ما كانتش تلعب باللايبا، نقولوا احنا نحكيو ريزولتا اليوم. أكيد يعني الإشكال هذايا نتاع الانتخابات يعني والمشاركة يعني في أكبر محفل دولي اللي هي الألعاب الأولمبية للشباب، يعني مش كل يوم يعني باش تعيش هاللحظة هذيك. تحس في نفسها أنها باش تلعب يعني تحت راية الاتحاد الدولي، هذا ما يأثر يعني نفسيا على الملاكمة في حد ذاتها وحتى على الممرن، ويلزم عمل خاص أبار يعني الجوانب الأخرى. تعرفنا في الكومبا نتاعها هذولي المستوى نتاعها كيفاش ريتو المنافسه نتاع هي القرعه ما عاونتهاش. كانت يعني اطاحتها يعني بالملاكمه المخضرمه صاحبه الميداليه الذهبيه في الالعاب الاوروبيه وكذلك في بطوله العالم الاخيره اللي صارت في المجر اوت 2018. كارولين دوبوا يعني ملاكمه محترمه ومحترمه جدا، يعني عندها شان كبير ان شاء الله في الملاكمه لاحقا وكل شيء. فنيا يعني المقابله يعني سيطرت عليها الملاكمه البريطانيه حتى الكل، معناتها بالنسبه للنقاط الكل كان في جل الجولات يعني الخمسه قضاة عطاو يعني للملاكمه البريطانيه في ظل يعني برشا حاجات كانت تنقص في تحضيرات الملاكمه وكل شيء، يعني الملاكمه التونسيه ما وصلت. المهم تقول احنا مشينا ورينا طلعنا على الحمد لله اللي مشينا ويعني شاركنا بعد علم تونس قبل كل شيء اهم وتقعد لها يعني في سجلها وان شاء الله تكون يعني حافز باش تكون على منصه تتويج عالميا مستقبلا ان شاء الله. سي مراد خفنا شويه، خفنا لتصير معناتها نمشي نلعبوا بالعلم نتاع الاتحاد الدولي ما نلعبوش بالعلم التونسي.
كنا نسمعوا في اللائحه معناتها في زوز رؤساء القائمات كمال دقيش وايضا مصطفى بدري. الاشكاليات اللي صارت على مستوى المكاتب الجامعيه المتعاقبه من جلسه 7 جون في 2017، علاش قعدنا لاخر وقت باش لقينا الحل والتململ هذا على مستوى اتخاذ القرارات والتنسيق مع الوزاره مع اللجنه الاولمبيه باش اونفان ما ودا مشات لعبت بعلم تونس؟ بون قبل كل شيء هو الموضوع الترين من 7 جانفي 2017، يعني انتخابات 2017 بين قائمتين السيد مصطفى بدري والسيد كمال دقيش. كنا حكينا فيها في الفتيغ احنا بوغ اكسيليغي شوز من 2017، فما صارت على مستوى كما نقولوا احنا القائمه نتاع سي كمال دقيش هي ربحت يا اخي، فما كان اعتراض من سي مصطفى بدري فطناها والكناس حكمت وعودنا رجعنا، اما احنا البلوكاج صار من 2000 من نوفمبر 2017 الى نوفمبر 2018 ما لقيناش الحل. شوف سيدتي، اذا كان ثم معناتها اشكاليات او معناتها زوز نظائر، يعني الاتحاد الدولي عنده نظره والمحكمه الرياضيه عندها نظره، يعني الاتحاد الدولي يقول لك لابد من اعاده انتخاب اعضاء المكتب الجامعي في جزئيه المتعلق بالانتخابات، والكيف كيف المحكمه الرياضيه تقول قالت لك تعاود الكل، التعاود الكل هذه في الحيثيات، ولكن نحن امام علويه القرارات الدوليه والمصلحه الوطنيه ارتئينا نحن كاعضاء مكتب الجامعي. يعني علاش ما خديناهوش القرار من قبل؟ علاش ما نمشيوش لبطوله العالم الاواسط معناتها وخفنا؟ علاش ما نمشي؟ سيد انت عليه خفنا. امشي جيت لبطوله العالم لو تسمح خلينا نوضح للساده المشاهدين علاش اون تريني باش لقينا في الاخر الاخر الحل هذايا. يعني مشينا عملنا من سعي مع الاتحاد الدولي باش يعني نفسروا له على اساس راهو ثم قرار تحكيمي سيفري قال تعاد الانتخابات في جزء المتعلق بالانتخابات، ولكن ثم حيثيات نتاع القرار. يعني حبينا نفسروا له، لما لقيناه كما قلت في الفيتير متمسك بالاتحاد الدولي بالقرار نتاعو، في الاخر قلنا احنا كمكتب مؤقت قلنا نغلبوا معناتها المصلحه الوطنيه، قلنا نمشيوا بقرارات الاتحاد الدولي اللي عنده علويه، وعندنا خاصه طفله اللي تلعب منا في بيورس ايرس في الارجنتين باش ترفع العقوبه باش تلعب بالعلم تونس. علاش ما شفناش الحل هذا قبل بطوله العالم الاواسط واللي لي بوكسور تحرموا، معناتها تحرمنا تونس تحربت من مونديال معناتها. شوف سيدتي في بعض الاحيان لازم كي تاخذ قرار ولو قرار موجع اما ما عندكش حل اخر، يعني الولاد هذايا ماذا بيا يشاركوا والسعيد باش يشاركوا، ورسلت الاتحاد الافريقي على اساس المجموعه هذه تونس مش تشارك في البطوله العالميه بالمجر بالدرابو تونس ولا لا، يبعث لي مراسله يقول لي لا مش يلعبوا تحت علم الاتحاد الدولي. احنا اللي حكينا هذه الحكايه تاع المراسلات والكل، اما القرار الفعلي اللي جينا من لايبا اللي تونس كانت تمشي تشارك في البطوله العالميه راهي باش تلعب باللايبا هذا ما ريناهوش، معناتها ما نعرفش انا. لا جا القرار، قلت لك لا بروفوني لا كونفيرمي سا، يعني لما راسلته انا على اساس قلنا الجينيور مش يمشيوا يلعبوا في المجر بدرابو تونس ولا بدرابو الاتحاد الدولي، قال بالاتحاد الدولي تكستو كتبها لي في مراسله بعثها لي، يعني انا صدقني انا كتونسي لحما ودما انا كجامعه تونسيه للملاكمه في شهر لقينا الحل بالنسبه للجوز الاولمبيك ديجا. سمحني سيدتي مش نجيك، انا كتونسي الجامعه التونسيه للملاكمه نمشيو نلعبوا في المجر بدرابو نتاع ليبا، احنا عندنا استقلاليه عندنا درابو تونس الاحمر والابيض ما يساعدنيش نمشيو نلعبوا بدرابو نتاع ليبا. احنا هذه عملناها بيدينا، احنا قعدنا كي يظهر لي مراد معناتها انت ولادك كانوا مترشحين ومعناتها كنا باش نلعبوا بطوله العالم وكنا قادرين على اعتلاء المنصه التتويج العالمي، خساره كبيره تاثرتوا والقرارات هذه يعني. خفتوا زاد كيف قلتوا هيا نخيروا ما لا نقعدوا خاطرك يقول لك جاي القرار من الاتحاد الدولي عاد ما عادش فيها حاجه اكيد. احنا قبل ما توصل العقوبه يعني العقوبه وصلت، يعني انا كنا مشاركين باش نشاركوا يعني بين لو برومي لو 13 شامبيونا دو موند اوت دو برومي او 13 اوت المراسله يعني جات لو 24 جوي. احنا قبل لو 24 جوي مانيش عارفين على روايعنا كمنتخب تعليق تعليق النشاط هكا ولا لا؟ تعليق النشاط قبل المراسلات ما فماش حاجه راني فارك ماكش تلعب بعلم تونس. لا جات مراسله من الاتحاد الدولي تعليق نشاط وحرمين من العلم التونسي اكزاكتومون باللونجلي اندر ايبا فلاج، يعني تحت رايه الاتحاد الدولي
المشاركة تحت راية الاتحاد قبل ما نوصلوا للمراسلات وقبل يعني ما يتم يعني تجميد النشاط نتاع تعليق النشاط تعليق النشاط وكل شيء احنا يعني قبل ما توصل هي المراسلة هذه وصلت لو 24 جوي احنا قبل لو 24 جوي يعني نحضروا الأكبر حدث اللي هو بطولة العالم احنا من بطولة افريقيا ترشحنا 9 ملاكمين 9 اوزان وخمسة بنات خمسة في الذكور 9 في الذكور وخمسة في الإناث 12 احنا من افريل من ماي كملنا بطولة العالم بطولة افريقيا مانيش عارفين على رواحنا ماشيين بطولة العالم ولا لا اللي يحز في نفسي انه ما فماش برمجة ما فماش تسطير اسكو ماشيين 9 ماشيين 5 بنات ماشيين كيفاش يعني الوضعية باش تصير شنو هي البرمجة تاع تحضيرات لبطولة العالم علاش والله على خاطر التذبذب وخاطر الاشكاليات في المكتب معناتها المكتب الجامعي قاعد له بالامور القانونيه وعلى اساس التنسيق على العقوبات ما فماش عقوبات فما انتخابات يعني ما فماش انتخابات انا كفني ما ندخلش في الامور الماليه والاداريه ما تاثرت ميك بيان سور تاثرت تتحس في نفسك انه تشوف يعني دول اخرى طلعت على البوديوم ولادك نيفو تكنيكمون تكتيكمون خير برشا من اللي بلدان عربيه طلعت على بلدان عربيه اختي ثم مصر عملت دو ميداي دو برونز الاردن عملت ميداي دو برونز الجزائر عملت ميداي دو برونز هذا اللي حز في نفسي هذا تاثر الرياضه وانا كحيت قبل مع سي مراد يعني حتى في اللي جو افريكا يعني في شهر جويليا سي مراد يعني ما كانتش عنده الفكره انه باش نشاركوا في بطوله العالم قبل ما توصل مراسله قبل كل شيء احنا فرضنا عليه باسلوب اولادنا في الالعاب الافريقيه للشباب انه يعني قبل الفكره انه اولادنا يعني يجموا يمشيوا بعيد قبل ما توصل مراسلات ما كانوش نجموا يمشيوا معناتها شوف سيدتي ما يخفاكش الوضعيه الماليه للجامعه واللي شفتها يعني وضعيه بصراحه حرجه شويه نوعا ما وتعود المتخلدات الماليه هذه الى سنه 2013 انا ما نحبش نقول ممكن ما مشيناش لبطوله العالم لاسباب ماليه لا لان سلطه الاشراف مع الشكر صبتنا الفلوس في البريود نتاع بطوله العالم هذه ولكن سيدتي خذينا قرار احنا كمكتب جامعي لا لشيء لان ما نجمش نلعب الفريق القومي بتاعنا يمشي لبلاد اخرى وما يترفعش العالم بتاعنا هذا اللي ما نسمعوش انت كي تشوف بنتنا غفران فهمتني في الميداي دور توا وكي ترفع العالم هاك هي الاوبجيكتيف نتاعنا. اما الميداليات نعرف واحد ما يلعبش بالعلم مش نتاع تونس، اما راي الميداليات ولا البوديوم راهو للتوانسه. صحيح. يعني نهار هو اللي باش تعلق النشاط وترجع لها معناتها يتنحى يرجعوا لتونس الميداليات. اكيد. ما خممناش فيها هكايا. خممت انا حتى اكسبيريونس للولاد الصغار هكوما، ثم عده عوامل خلتنا ناخذوا القرار هذا ولو قرار موجع. فهمت وان شاء الله ما عادش يتعاود ان شاء الله في الانتخاب اعضاء المكتب الجامعي الجديد ان شاء الله تكون برمجه صحيحه وان شاء الله تكون اولادنا يشاركوا في مختلف الدورات التفكير سي مراد انت مكتب مؤقت على مكتب مؤقت معناتها هذه احنا تقريبا عام ونص واحنا في الوضعيه هذه لقيت كي الوضعيه هذه اللي ماهيش معناتها جيده ومتخليتك تخدم معناتها باش تشوف الوضع البوكس الموجود في تونس انديبوندامون من المنتخبات الوطنيه الوضع العام للبوكس سعيد باش نعملوا حاجه مش صعيب سيدتي شوف الجانب القانوني تو انا عندي 4 شهور من اللي خذيت الجامعه هذه يعني قلت لك حبيت ناخذ نمشي في اطار يعني ناخذ الاطراف الكل نحكي مع الاطراف الكل باش نجم نلقى الحل الامثل واللي يناسب الناس كل يعني حكيت مع العائله الموسعه للملاكمه حكيت مع الاطراف المعنيه بالانتخابات حكيت يعني حتى مع الاتحاد الدولي مع الجانب الافريقي يعني ما لقيت حتى حل وفي الاخر حكمنا العقل ومشينا مع علويه القرارات الاتحاد الدولي والمصلحه الوطنيه واخذين القرار هذه 24 نوفمبر تعاود انتخابات بتاع 2017 اللي للعلم خاطر الفيتيرير كنت معناتها تدخل الشان السياسي سيدتي لا ما ثم حتى شان سياسي تدخل فينا احنا وما ثم حتى بالعكس احنا ونسقنا مع اللجنه الاولمبيه باش نلقاو الحل الامثل هذا ان شاء الله الحل في 24 نوفمبر مراد انت عشت الفترات الكل وتو في ليكيب ناسيونال عندك مده باش يتحسن الوضع للملاكمين احنا الامكانيات الظروف العامه للتدرب بيان سور تتحسن في ظل يعني يكون مكتب منتخب وتنقص علينا شويه المشاكل هذه بين الاتحاد الدولي وبين الجامعات الرياضيه وكل شيء اللي يحس في النفس انه المنتخبات يعني تاثرت تاثر كبير يعني بالمشاكل اللي صايره يعني في خضم الجامعه التونسيه للملاكمه من المنتخبات يعني قله التجهيزات
انعدام يعني قفازات ودي كاسك يعني نتاع نوصلوا هكا احنا ماهمش هومولوجي بالنسبه للي كاسك معناتها ظروف صعيبه بالنسبه للمنتخب الوطني ما بالك بالفرق العاديه. صحيح يعني المشاكل هي تطغى على النوادي يعني على المنتخبات زاد نيفو يعني التكنيك تكتيك الكل يعني يتيح يعني حتى الانترونور يعني ما عادش يركز في ليزونترينمون يعني نتاعو في ظل يعني النقص الكبير النقص الكبير في التجهيزات في الدنيا في كل شيء وعدم الاستقرار كما قال سي مراد في المشاكل الماديه يعني ديبلاسمون تاع لي بوكسور منحه نتاعهم في دي كومبيتيسيون ليشان انترناسيونال يعني ثم حاجات يعني لونترونور منه مدرب منه معد ذهني منه كل شيء فهمت وهما وناقصين تاثير ودعم حتى لي بوكسور حتى نتاع بالنسبه للسينيور انت نحكي وجونيور حتى جونيور حتى نحكي على الاصناف الكل نحكي على الاصناف الكل نحكي على الاصناف احنا اليوم فما وضعيه صعيبه معناتها بالنسبه للعديد الملاكمين برشا يسالوا على بلال محمدي بعد ريو 2016 وين هو بلال اش قاعد يعمل عنده شويه صعوبات سي مراد بلال والله مثما ممكن صعوبات اللي جاتنا ممكن العقوبه هذه خفنا انه ما ثماش تربصات معناتها في خارج تونس نحكي في شخص بلال محمدي اللي معناتها اللي ماذا به كان يفضل يكون معاه مدرب فتحي المساوي معناتها الشامبيون اولمبيك وفتحي ويدربوا لقى اشكاليه بالنسبه لبلال محمدي عنده عقد اهداف هو عنده برنامج نتاع عقد اهداف وعنده برنامج فني اللي هو خاص فهمتني معناتها ما عندوش حتى اشكاليات اذا كان ثم دي كومبيتيسيون يشارك ان شاء الله يكون الحل في 24 نوفمبر مراد وان شاء الله النوايو نتاع اللي عندنا في الجونيور وزاد نحافظوا على اولادنا نتاع الاكابر بليل ايمن تابع ايمن الماجي بالنسبه ايضا للفتيات خلود زاد مودة اللي في الارجنتين توا حاليا لا سيها ثم برشا يعني ثم قاعده كبيره برشا بالنسبه للملاكمه وفي استقرار مكتب جامعي نحكيو ملاكمه بعد 24 نوفمبر بعد الانتخاب رئيس الجامعه الجديد وان شاء الله ما عادش باش يكون مؤقت باش تكون الاشكاليه تتنحت نحاولوا نرجعوا نحكيو بتفاؤل اكثر مراد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الملاكمه التونسيه تخرج من عنق الزجاجه كما نقولوا كل شيء ومو على قليله خلي الملاكمين يتنفسوا شويه ويلعبوا سبور نتاعهم اللي يحبوه يسيبوا الطاقه نتاعهم يعني فوق الرينج مش يعني في سال دونترينمون وكاو احنا تو نشوفوا المنتخب الكبير يعني سنة ما فماش برمجة ما فماش يعني حتى تربصات خارجية وكل شيء حتى يعني تراجون مشينا زيرو تحذيرات يعني في تونس عاملين ستاج وحدنا كهو روحنا بدو تروا ميداي دو برونز كيف كيف يعني بطولة الافريقيا للشباب يعني مشينا حضرنا في تونس ما فماش حتى التربصات اللي كانت برمجة أول العام ومسطرة يعني حضرناها يعني في تونس ومشينا عملنا ريزولتا باهية كيف كيف اللي جو أفريكان دو ميداي دور ذكور وزوز ارجون وواحده ذهب وواحده فضه بالنسبه للاناث يعني نتائج كانت تتبع في ظل يعني المشاكل هذه كل في ظل نقص التحضيرات ان شاء الله يعني نشوفوا الملاك مع طوكيو 2020 ان شاء الله على البوديوم قبل 2020 قبل طوكيو يكون الموعد ويكون في احسن وجه الملاكمين شكرا لك سي مراد يعطيكم الصحه شكرا لكم بعد 24 نوفمبر بعد 24 نوفمبر ان شاء الله موفق للملاكمه ان شاء الله الامل الوطن الامل الرياضي بالوطن القبلي بالنسبه للفتيات الكره السله باش يمشي يشارك في البطوله العربيه بالاسكندريه المشاركه اثاثه باش تكون في رصيده نمشيو مع ألفا عايش نشوفوا اخر تحذيرات هذا الفريق نرجع يعتبر فريق الأمل الرياضي بالوطن القبلي من أبرز الفرق النسائية المختصة في كرة السلة. هيئة هذا النادي اتخذت من الاستمرارية ميزة واختيار سواء كان ذلك على المستوى الإداري ومواصلة وفاء بالطيب رئاسة الجمعية منذ أكثر من 25 سنة أو على مستوى الإطار الفني لحبيب البيوري. فريق يسمى محظوظ. معناتها مش بسهل أنك تلقى مسيرين ولا مسؤولين على فريق نسائي يخدم بالظروف هذه زين ونذكر نقول نشكر رئيسة الجمعية وفاء بوطيب غني على التعريف معناتها ما شاء الله سنين عندها توفق على رئاسة الفريق كذلك قدوم سي نبيل الميم اللي هو رئيس فرع وتعاملت معه قبل معناتها وفر ظروف ممتازة ومريحة فما ان بلان دو ترافاي قاعدين يخموا في الأمور هذه فما عمل قاعدي وكي تسمع بالأسامي اللي تعداوا على الأمل الرياضي اللي طعموا بهم الفريق القومي معناتها أسامي كبار. فريق الأمل قاعد محافظ على عاداته واستراتيجيته اللي تتخذ من التكوين منهج لديمومة الفريق وبصمته عندنا معناتها بيبينير من
بنجامين، وعندنا معناتها سونتر دو بروموسيون، وعندنا معناتها الاكاديمي، وعندنا 7 كاتيجوريات عم ناول بارك الله. وصلنا نلعبوا فيناليست في توت لي كاتيجوري، عمرها ما صارت في حتى جمعيه في تونس. لعبنا توت لي فينال. فما قريبات 250 مجازة في كافة الأصناف. البارابول العمل القاعدي زاد كما قلت لك، عندنا أوقات تاع تدريب خاصة بكافة الأصناف. قاعدين نراعيو في حكاية اللي يقرأ، وفي حكاية البعد، في حكاية المرويح في الليل، في برشا حكايات خديناهم بعين الاعتبار باش يكون عندنا ديما التطعيم الدائم للفريق. تعرف عمل قاعدي ما يجيش في عام، معناتها تو المسؤولين حارسين على يكون فما بلان دو ترافاي، معناتها عامين ثلاثة أربعة، حتى الانتدابات اللي قمنا بهم أغلبيتهم معناتها ينتميوا صنف الوسطيات. وهذا يوريك اللي الناس مسؤولين اللي قايمين على الفريق قاعدين يخموا في أنه فريق شاب يكون عنده 10 سنين أخرين قدام، معناتها يأمن مستقبل الفريق. سبق للأمل الرياضي بالوطن القبلي أنه فاز بالبطولة الوطنية والتوج بالكأس 3 مرات ونحط اسمه على المستوى العربي بعد فوزه بالبطولة العربية سنة 2010. الأمل الرياضي الوطن القبلي معروف فريق ألقاء، تحصل على البطولة العربية سابقاً وتحصل على المرتبة الثالثة، وهذه المشاركة الثالثة إن شاء الله. تحذيرات هامة خاصة بعد انطلاق البطولة المحلية، استعدادات كبيرة، إطار فني كفأ، المدرب الحبيب البيوضي والمدرب المساعد أشرف الشمنجي، رصيد بشري هام، وتعزيز الفريق بلاعبتين أجنبيتين وسيرين بنقارة من النادي الرياضي للفتيات ببنزرت. هذا إلى جانب كل من هند الشبلي ووفاء زغدود، ريم بن عامر، ونسرين تنازفتي وغيرهم من اللاعبات اللي عول عليهم الفريق. السنة حاولنا باش معناتها نأطروا الكيب معناتها الكبيرة معناتها الكبريات، وحاولنا نجيبوا معناتها بعض معناتها من اللاعبات ونشجعوهم، وهنا حبينا معناتها باش نشاركوا بطولة عربية وإن شاء الله ربي يجيبنا في السواق. عملنا تحضيرات كبيرة كسوا سور لو بلان فيزيك كسوا سور لو بلان تكتيك، ونختموا زادة حكاية اللي عندنا دو ماتش يتسموا ماتش شوك مع الرياضي تفاقسي والنجم الرياضي الساحلي، اللي معناها تبارك الله زوز فرق كبار، زوز فرق بسميهم وينجموا يكونوا أبون تشالنجات. قضينا انتدابات زوز لعبات أجنبيات، لعبة طويلة القامة اللي هي لعبة التكاز، ولعبة اكستيريور اللي هي لعبة من الكونغو، والعكس لعبة طويلة القامة هي من الكونغو، لعبة خارج الأرض هي من السنغال. الهدف من الأول معناتها ان شاء الله يكون مش للمشاركه، ماشيين ان شاء الله باش نحافظوا على حظوظنا وباش نلعبوا من اجل اللقب. مشينا شاركنا مره وسيتي شويه معناها لي كونديسيون ما كانوش ياسر مرتاحين فيهم، ستريس وكل شيء. ان شاء الله السنه حضرنا وحطينا في قلوبنا ان شاء الله بقدره ربي ما فما حتى شيء يوقفنا. ان شاء الله نحن نكونوا على قد مستوى الثقه اللي عطاوها لنا ستاف تكنيك واللي ريسبونسابل والمجهودات اللي قمنا بها الكل. أسرة هذا النادي هيئة مديرة ومدربين ولاعبات، كلهم عاقدين العزم على العودة باللقب العربي من الإسكندرية. عندنا الهدف الأولاني اللي هو من أجل الفوز بالبطولة العربية، إن شاء الله نكونوا في المستوى ونمثلوا الأمل الرياضي أحسن تمثيل ونرفعوا راية تونس. مش تكون بطولة صعيبة، مش سهلة، وإحنا باش نشاركوا ونعطيوا معناتها ما عندنا وربي يجيبنا في السواق. باش حفزت البنات وأنت رئيسة النادي باش حفزتهم؟ والله مازلنا ما حفزناهمش. خاطر مازلنا نلموا في الفلوس. مازلنا ما وعدوناش، اما الظاهر فما برشا حاجات ان شاء الله نهزوها وكاهم ان شاء الله. الجمهور نابل نوعدوه ما يستناو فينا، معناها شنو معناها نستناو فينا، وان شاء الله معناها نفرحوهم السنه وان شاء الله تترويات يرجعوا للامل. البنات الكل ضحات في الاستاج بصغارها، بلادي ضحى بخدمته، لي ريسبونسابل سون توجور افيك نو، معناتها ونشكر زاده البنات اللي تعبوا فريمون تعبوا في التحضيرات هذيا. وان شاء الله نوعدوا معناتها الوطن القبلي الكل اللي نحن باش نروحوا بها البطوله. عمل جماعي وجدي متواصل، طيله مواسم اكدت امتلاك هذا النادي لفريق طيب فرديا وجماعيا، زد على ذلك بصمات المدرب الحبيب البيوضي ومسانده الهيئه والعائلات ليتواصل المشوار مع التتويجات، بما انه الامل الرياضي كله امل. أما
أمل الرياضي بالوطن القبلي بشارك في الدورة العربية كما قلناكم في الإسكندرية، أيضا نجم الراس في الاتحاد المناسيري قاعدين يشاركوا في دورة حسام الدين الحريري، موافقين بالنسبة للفرق النجم الراسي واتحاد المناسيري. نمشيو لتوا نتائج كرة السلة الجولة الرابعة، نبدأ نتائج المجموعة الأولى. شبيبة المنازها نادي الإفريقي 86-90، نجم حلق الود والكرم نجم الراتسي 67-75، نادي البنزرتي الدالي الرياضية 41-71. هذا باش يعطينا الترتيب التالي: النجم الراتسي 8 نقاط، نادي الإفريقي ب7 نقاط، الدالي الرياضية ب6 نقاط، نجم حلق الود والكرم ب6 نقاط، شبيبة المنازها ب5 نقاط، ونادي البنزرتي ب4 نقاط. بالنسبة للمجموعة الثانية، الاتحاد المناسيري نجم الساحلي 65-53، الزهرة الرياضية الملعب النابلي 62-71، وجمعية الحمامات تنهزم أمام شبيبة القيروان 53-71. وهذا يعطينا ترتيب التالي: الملعب النابلي 8 نقاط، الاتحاد المناسيري في المركز الثاني 7 نقاط، شبيبة القيروان والنجم الساحلي في المركز الثالثة ب6 نقاط، الزهرة الرياضية في المركز الخامس ب5 نقاط، وجمعية الحمامات في المركز الأخير ب4 نقاط. نعطيو نتائج كرة اليد بالنسبة للجولة الرابعة لبطولة كرة اليد. المجموعة الأولى: منزل تميم 21، نجم الساحلي 27، الشيحية الرياضية 28، سبورتينغ المكنين 30. يعطينا الترتيب التالي: نجم الساحلي ب 12 نقطة، الشيحية ب 8 نقاط، منزل تميم ب 6 نقاط، وسبورتينغ المكنين ب 6 نقاط. المجموعة الثانية: جندوبة الرياضية تنتصر على نصر الطبلبة ب 26-22، نادي هيبون 18 ينهزم أمام نادي الإفريقي 33. ويعطينا الترتيب التالي: الترتيب جندوبة الرياضية في المركز الأول ب 12 نقطة، النادي الإفريقي ب 10 نقاط، ونصر الطبلبة ب 6 نقاط، ونادي هيبون ب 4 نقاط. المجموعة الثالثة: جمعية الحمامات تنهزم أمام نادي ساقيد الزيد 22-23، مكارم المهدية تنتصر على شبيبة القيروان 26-18، والترتيب التالي: مكارم المهدية 12، ساقيد الزيد 10 نقاط، جمعية الحمامات 6 نقاط، وشبيبة القيروان 4 نقاط. نمشيو للمجموعة الرابعة والأخيرة: بعث بني خيار يتعادل مع جمعية جمال 24-24، ونادي الهلالي ينهزم أمام الترجي الرياضي 16-25. الترتيب: الترجي الرياضي في المركز الأول ب 12 نقطة، نادي كرة اليد ب 8 نقاط، نادي كرة اليد بجمال ب 8 نقاط، النادي الهلالي 7 نقاط، وبعث بني خيار في المركز الأخير. الكرة الطائرة، والكرة الطائرة وعودة البطولة الوطنية للسيدات. نادي الإفريقي بعد غياب 22 سنة على المسابقات وعودة الروح للفتيات الكرة الطائرة للنادي الإفريقي، نرجع في جولة أولى كان نادي الإفريقي تقابل مع الجوسة شبيبة الرياضية شبيبة الأولمبيا بصفاقس، وكان الانتصار للنادي الإفريقي بثلاثة أشواط مقابل صفر. أكثر تفاصيل مع اسكندر حجام ونضال بن حميدة. سجلت الكرة الطائرة التونسية عودة بطولة السيدات نهاية الأسبوع الفارط وبعد غياب 22 سنة، وبالتحديد منذ سنة 1996. النادي الإفريقي الأكثر تتويجاً بأربع ألقاب إفريقية و13 بطولة محلية و9 كؤوس، كان استضاف في قاعة الجورجاني فريق الشبيبة الأولمبية بصفاقس اللي سجل حضوره للموسم الثاني على التوالي في قسم النخبة. وللتذكير فإن البطولة النسائية تنقسم على زوز مجموعات ثم مرحلة البلاي أوف والبلاي أوت. إن شاء الله الانطلاقة هذه مع تجديد فرق عديدة عاودت رجعت فيها الروح، رجعت فيها الكرة الطائرة النسائية، نقولوا كما نقولوا هنا نادي الإفريقي، نقولوا الترجي الرياضي التونسي. إن شاء الله بهالتعزيزات هذه للفرق التونسية إن شاء الله يتطور الكرة الطائرة التونسية، وإن شاء الله نحلقوا عالي في إفريقيا وفي المستوى العربي. فريق باب جديد كان أكثر واقعية في اللقاء وكان الأفضل على جميع المستويات رغم المحاولات النادرة لفتيات الجوس للعودة. شوط أول كان في اتجاه واحد لزميلات سارة حريزي، أخطاء بالجملة على مستوى الاستقبال لنور الغريبي وزميلاتها، ارتباك في صنع العمليات الهجومية أمام نجاعة ضد الإفريقي، وتألق المركز 4-2 خلاه فريق رياض بن رمضان يفوزوا بالشوط الأول فارق 18 نقطة بالتمام والكمال 25-7. في الشوط الثاني كانت عودة نسبية لفريق خالد الصامت اللي كان مردوده أفضل من الشوط الأول لكنه غير كافي،
باعتبار أنه النادي الإفريقي كان أيضا أكثر تركيز وأكثر نجاعة في الشوط الثاني، ونهاية الشوط ب 12 نقطة فارق 25-13. زميلات تيسير سلامة حافظوا على نفس نسق اللعب وأسبقية خليت رياض بن رمضان يقوم بعض التغييرات، وأيضا خالد صامت من جانب الشبيبة الأولمبية. شوط أفضل للجوس لكن غير كافي، 25-16 كانت نتيجة الشوط الثالث وفوز الإفريقي بثلاثة أشواط لصفر. تصور اللي عملنا بريستاسيون باهيه وان شاء الله نكملوا هكا، سي تري امبورطون باش نبداو بالاسبري هذه وبالمعنويات هذيا، والربح لازم وانت تعرف هذا مليح، معناتها واحد لازم يتربع على الربح، وان شاء الله نكملوا هكا بقدره ربي. بالنسبه للمقابله نتاع اليوم كما تعرف بدايه موسم، بالنسبه للشباب الاولمبي الصفاقسي هذا ثاني موسم في القسم الوطني ا، بطبيعه الحال الفريق قديم برشا ديجا كان قبل في الناسيونال ا، وتوا عاودنا شدينا الامور من الاول جديد، وتوا عندنا عامين في القسم الوطني عملناه السيزون كانت سمحه، كملنا في المرتبه السادسه وضمننا البقاء من المرحله الاولى، مسنا المجموعه اللي جينا فيها نقولوا مجموعه حديديه، مجموعه صعيبه شويه، لكن ان شاء الله بعد البدايه المتعثره ان شاء الله نرتربي وان شاء الله تكون المقابلات الجايه خير من مقابله اليوم. بيان نحكيو على النادي الافريقي على مستوى القسم الاي وعوده الكبريات لهذا الفريق العريق في انتظار عوده الاكبر ايضا، ونشوفوا التراديسيون من الجديد بالنسبه للافريقي في الكره الطائره. هكا نخدموا بالجوله الثالثه البطوله الكره الطائره اكبر، نمشيو مع نتائج. نادي تونس الجويه ينهزم 3-0 امام مستقبل مرسى، مولديت بوسالم اتحاد كارتاج 3-0، اتحاد النقل بصفاقس الاولمبي القليبي وفوز الاولمبي القليبي 3-0، النجم الساحلي نادي حمام الان 3-0، الترجي الرياضي السعديه سيدي بوسعيد 3-0، وجمعيه بريد واتصالات صفاقس نادي صفاقسي 1-3. دونك نمشيو للترتيب، الترجي الرياضي في المركز الاول، النجم الساحلي ومستقبل مرسى بتسع نقاط ايضا دونك 3 انتصارات، نادي صفاقسي 6، تونس الجويه 6، سعيديه سيدي بوسعيد 5 نقاط، الاولمبي قليبي 4 نقاط، بريد صفاقس 3 نقاط، مولديه بوسالم 3 نقاط، اتحاد النقل بصفاقس واتحاد كارتاج ونادي حمام الانف دون انتصار. هكا نكونوا كملنا حصتنا الليله، شكرا لكم مشاهدينا الكرام، ميرسي توت ليكيب، صباح الخير.